رمضان فين؟ رمضان فين؟ ابعد يا ميزو، ابعد يا ميزو عشان ما يتنفس. ابعد يا ميزو انت. رمضان فين؟ وقع يا كوتا، وقع يا كوتا. لا ما وقعش. قبل اي حاجه انا عايز اقول لكم ان رمضان مدحت في خطر كبير جدا. شوف الفيديو ده وركزوا فيه بشكل كويس. يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر. بعد ما شفت الفيديو ده اكيد كلكم عرفتوا ان رمضان مدحت في خطر كبير. وعايز اقول لكم على حاجه تاني، الفيديو اللي احنا عملنا فيه المقلب في رمضان مدحت ودخلناه جوه المقبره والكائن الشرير طلع عليه او كائنات شريره طلعت عليه والكفن اتحرك وحصل حاجات غريبه جدا، كسر الدنيا كلها وناس كتير جدا اتكلمت عليه وكان فيديو جامد بجد. بس للاسف اثناء تصوير الفيديو ده ميزو هجم عليه كائن غريب كان قالع وجسمه كله محروق وشكله مرعب جدا، واخد لبس الكائن الابيض من الشقه عندي. انا مش عارف ده حصل ازاي، وجه الارض المرعبه دي وعمل نفسه الكائن الابيض او هو الكائن الابيض وعايز يطاردنا واخد مننا رمضان مدحت. انا لحد دلوقتي مش فاهم ايه اللي بيحصل. لو حد فاهم حاجه او حد عنده حل للي بيحصل ده يا ريت يقول لنا. رمضان مدحت في خطر كبير واحنا جايين نجيبه من الكائن المرعب والمفروض ان هو في الارض دي، بس احنا مش عارفين هو فين بالظبط. اهم حاجه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. في واحد ابيض وصل بس احنا جايين النهارده الابيض. لا لا امام ملوش دعوه، هو عماد تعبان بقى له يومين بسبب اللي احنا عملناه فيه اخر مره، وهيجي معانا الفيديو الجاي باذن الله. اهم حاجه نشترك في القناه ونفعل زر الجرس وندي لايك للفيديو عشان نلف الدنيا كلها. تعالى معايا بقى كده هنا حسن، تعالى ميزو، خد بالك انا لمحته هنا، انا لمحته قبل ما اكلمك. المره الجايه عايزين نقرب عليه، عايزين نجيبه من بعيد بس نعرف رمضان فين. اهو بصوا يا جدعان، بعد ما قتلناه قدام الناس كلها احنا قتلنا الكائن الابيض اهو، ما تقربش قوي بس الكائن ده احنا قتلناه. ده واحد بقى اخذ اللبس بتاعه ولبس نفس اللبس وعمل نفسه الكائن الشرير الابيض. احنا مش عارفين هو ولا مش هو ده، ولا دي روح تانية. تعالى حسن تعالى عشان خايف. لا ما انت شفت كل حاجه بعينيك. انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. انا بدات اخاف. استنى كده. امبارح خدت ضرب. تليفونك فين؟ تليفونك الشنطه ازاي يا ميزو؟ طب تعالى هات الشنطه، عايزين نجيب الشنطه بسرعه. يا فين؟ سيبها هناك. عدي كده. تعالى يا ميزو. رمضان كان باعت لي فيديوهين، مش فيديو واحد بس. تعالى شوف الفيديو التاني كده يمكن نفهم منه اي حاجه. تعالى قبل ما يجي واقف قولي الشنطه. تعالى بسرعه. انا هروح خطوه بخطوه. ازاي تسيب شنطتك هنا؟ افرض اخدها دلوقتي ولا عملت حاجه؟ هو مش عارف ان احنا في ايه. طب اخلص بسرعه قبل ما يجي يخلص. ما عنديش بقى اتحرك لو جه. ايه ده تليفون حسن ده؟ البس على ظهري؟ هو بعت لك انت الفيديوهات صح؟ ولا حسن؟ لا ما بعتليش حاجه. استنى استنى الحق الفيديو الثاني. يا كوتا الكائن الابيض هو اللي اخدني، ده لو ما جيتش كنت خدتني. الكائن الابيض زي ما انت شفته يا جدعان رمضان كده فعلا في خطر كبير جدا. الله اعلم هو موجود هنا ولا فين بالظبط، بس احنا هنطرد الكائن المرعب هنا لحد ما نعرف منه. تعالى كنت انا وفيها ناس رمضان. ايه ده؟ قرب عليا ما تحركش بس يا حسن. ايه ده؟ ايه ده حسن؟ تعال 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 ارجع 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 بقول لك ايه؟ عايزين نمسكه. المرة فاتت لما انتوا تعالى 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 ركز فيه، ركز فيه. تعالى حسن. المرة فاتت لما انتوا وسط الشوكل. المرة دي كنت اهو جاي ورانا. جاي ورانا. ماشي انا هقف لكم هنا. لما يقف لم عليه معايا. بس تعالى تعالى بسرعة بس تعالى بسرعة. تعالى امسك امسك امسك. قدرت امسكه واكتفه زي ما انتم شايفين كده، وهنعرف منه رمضان مدحت فين دلوقتي، وهنعرف منه مين ده وعامل فيها الكائن الشرير ليه. رمضان فين؟ رمضان فين؟ ابعد يا ميزو، ابعد يا ميزو عشان ما يتنفس. ابعد يا ميزو انت. رمضان فين؟ خد بالك قايل لك ربطه كويس، قايل لك ربطه كويس يا ميزو. الحاجات دي انا هزرت. قول لي مرات قول لي انت كده ربطه كويس. مربوطه يا كوت. معلش كوت بيعرف يربط. في حاجه كل مستحله. تعالى هنربطه تاني هنشوفه تاني. شغلك مخ هو قاعد على الارض. على احسن منك ورا. مد يا ميزو ما تمشيش لوحدك. ميزو ما كان ورا. انت رحت فين؟
كوتا تعال كده، تعال خد 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 تعال. رايح فين يا ميزو؟ تعال ما هو همشي معاك. ماشي مش هتعال ميزو، هتعال ميزو بس ايه ده؟ ما تتحركش تتحركش، ارجع معايا بقى ميزو، مستني يخلص بس. ايوه اوه اوه منتين دخ اه لف من هنا، لف كده تعال مغ امك مات بس. سيبه روح، سيبه 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 مات مات. ارجع ورا ارجع كده، لا مات كده مات. بس امتحنا بقول لك ايه ده، عملت ايه؟ استنى ده بيتحرك. ايه اتحرك؟ اه ايه رمى حاجه على ميزه على طول. طب هو كده هيبدا يتجنن علينا. على فكره ميزه كده مش بني ادم، عشان الطوبه اللي انا نزلت بيها على دماغه المفروض تموته لو بني ادم، ده كده مش بني ادم. حاسب بقى تعالى هنا ده كده يا جدعان مش بني ادم، لان انا نزلت بالطوبه على دماغه ما حصلوش اي حاجه. ده لو بني ادم كان على الاقل جاب دم، ده ولا نزل دم ولا اي حاجه والطوبه جت في دماغه قام عادي. بالله عليكم اللي عنده حل يقول لنا، رمضان متاخد مننا وانا مش عارف اعمل ايه. بس انا هضطر اكتفه باذن الله، باذن الله هضطر اكتفه وهقدر اكتفه، وهنسال رمضان فين وهنجيب منه رمضان وهنقلعه الوش اللي هو لابسه عشان نعرف منه فعلا ده مين، ولا بني ادم ولا كائن شرير ولا بزر. تاكوتا اهدى اهدى يا اهدى اهدى، انت كويس؟ مش عايزك تخاف بس. لا 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 راح فين بقى؟ المفروض بقى نمشي وراه. طب استريح انت، استريح، خد التليفون من حسن، خد التليفون من حسن، استريح انت، خليك بعيد عن الوقت. ماشي ماشي ضرت في حاجه؟ خد التليفون من حسن، تعال حسن خليك جنبك، شدني شده. تعال هنا حسن، تعال هنا، احنا عايزين نمسكه دلوقتي. سامع الاصوات اللي في المكان؟ سامع الاصوات؟ ايه الاصوات دي؟ ايه الصوت ده؟ مين زهره؟ اهدى بقى اهدى، بس يعمل ايه ازاي الحقيقه؟ تعالى جنب الحرب، تعالى انزل، خش هنا خش هنا يا رب، خش جوه هنا. بس ما ينفعش شايفني؟ ركز معايا ميزو ماشي؟ ماشي. فيك حاجه يا كوتا؟ دراعي. تعالى حس، تعالى حس، هتقم مننا يا كوتا. الضرب اللي احنا ضربناه لك بالذات انت يا ميزو، انت هزلت الطوب على دماغه. يا لهوي نعمل ايه دلوقتي يا ميزو؟ دراعي كان هيتكسر، شفت الدنيا برجلي ازاي؟ حتى ده كاسر مش عارف اعمل ايه، بس لازم نعرف منه رمضان فين على الاقل، او نوقعه بالكلام او نعمل اي حاجه. لازم نكتفي، لازم نكتفي يا عم، ساكت من الهدوم دلوقتي. لازم نكتفي، انا عايز دماغه بايظه. مش قادر احرك دراعي، دراعي وقف، دراعي وقف. سهر فين؟ لا مش هو، لا هو هو يا كود، هو في حد هنا غيرنا وهو؟ اعوذ بالله منه، شكله وحش قوي. ميزو الوحيد اللي شافه هو قلق القناع، لان هو اجم عليك انت، شكله عامل ازاي؟ يا عم ده وشه محروق، وشه محروق. بص شكلك من ازاي؟ بص دي مش هتنفع، اعوذ بالله. وعمال ايه؟ ارجع يا حسن ورا. بص بص كوتا، استخبى وسط الزرعه دي. نام هنا، نام هنا. تعالى من هنا. احنا مش عايزين دلوقتي نمسك حد فينا، علشان لو مسك واحد فينا هنخلص عليه. يا جدعان اللي عنده حل يقول لنا، يتأكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الجرس. خلي بالك مفتاحه كده عماله تطير هنا. بص الشجر عامل ازاي؟ الشجر بص الشوك ده، بص الشوك ده. حاسب اكل ايه ده بقى؟ ايه ده؟ حاسب حاسب. انا مش عارف اعمل ايه، انا عايز كل واحد شايفني دلوقتي يحط نفسه مكاني
في الصوت ده كوت. المهم يا جدعان، انا عايز كل واحد بيشوفني دلوقتي يحط نفسه مكاني ومكان رمضان مدحت. اصوات غريبه عماله تحصل زي ما انتم شايفين، رعب بمعنى كلمه رعب. الموضوع بجد صعب جدا. حط نفسك مكان رمضان مدحت وشوف اللي احنا فيه. حط نفسك مكان محمد كوتا وقدر تعبنا، قدر التعب اللي احنا فيه. بالله عليكم كل اللي عنده حل يكتب لي في التعليقات ويقول لي اعمل ايه بالظبط عشان اجيب رمضان مدحت، وانا هاخد بكلامكم كلكم لان كلكم اخواتي، وانا مش هقدر اجيب رمضان مدحت لوحدي. نحط ايدينا في ايد بعض وباذن الله هنجيبه كلنا. اتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الجرس وادي لايك للفيديو، واحنا هنطلع من هنا دلوقتي وباذن الله الفيديو الجاي هنجيب رمضان مدحت. في فيديو ظهر هنا، الفيديو ده انت لازم تتفرج عليه لان احنا كنا بنعمل مقلب في رمضان مدحت واتحبس جوه المقبره وللاسف حصل حاجات غريبه جدا. اتفرج على الفيديو ده وانتظر الفيديو الجاي واحنا هنجيب رمضان مدحت. يلا نطلع، يلا يلا.